أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب دعم المجلس النيابي لحرية الرأي والكلمة المسؤولة والوطنية الملتزمة باحترام القانون ومصلحة الدولة العليا في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي أرسى دعائم الدولة العصرية القائمة على التعددية وسيادة القانون وشدد معالي رئيس مجلس النواب على نهج الشفافية والمسؤولية في فتح كافة قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة والجهات الإعلامية والشعب البحريني تأكيدا لحق الشعب في توضيح كافة المعلومات والحقائق واستمرار لنهج الانفتاح والتواصل وتقديرا للمؤسسات المؤسسات الصحفية التي تحتفل يوم الثالث من مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتحت شعار الوصول إلى المعلومات والحريات الأساسية هذا من حقك مؤكدا دعم مجلس النواب للصحافة والصحفيين في أداء دورهم المهني ورسالتهم الرفيعة وأشاد رئيس مجلس النواب بما رسخته الرؤية الملكية السامية منذ تدشين ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي وبناء دولة المؤسسات والقانون وتأكيد جلالته على تهيئة الأجواء التشريعية أمام الصحافة للقيام بدورها ومسؤولياتها وواجباتها دون حدود سوى مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين وثوابته الدينية والحضارية وأدب المهنه واخلاقياتها وأعرب رئيس مجلس النواب عن عميق شكره وعظيم تقديره لكافة المؤسسات الإعلامية والصحفية في مملكة البحرين ولكافة روادها ورجالاتها ومنتسبيها على دورهم المهني والوطني ومتقدماً بكل الشكر والامتنان لجمعية الصحفيين البحرينية والجهات المعنية على إبراز على دورهم في إبراز أعمال المجلس النيابي وتعزيز الثقافة البرلمانية للرأي العام بكل موضوعية وأمانة ومصداقية باعتبار الصحافة الوطنية شريكا رئيسا للمؤسسات التشريعيه التي لها كل الاحترام والتقدير والدعم والمسانده. واكد رئيس مجلس النواب على دعم المجلس النيابي لسن واقتراح كافه التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز دور الصحافه الوطنيه المسؤوله والتعاون مع الحكومه الموقره لتوفير كافه الاحتياجات التي تدعم عمل منتسبي الجسم الصحفي والاعلامي في مملكه البحرين، مشيدا بدور الاقلام الوطنيه الحره. التي تمارس دورها وتؤدي امانتها وفق احترام مبادئ الحريه والديمقراطيه المراعيه لمصلحه الدوله وقوانينها واضاف رئيس مجلس النواب ان ما تتمتع به مملكه البحرين من حريات وحقوق وما تسخر به من خبرات وطاقات ومؤسسات اعلاميه رائده تستحق الدعم المستمر والمتواصل وهي السلطه الرابعه التي نقدر لها دورها ونتابع كل ما تنشره بكل اهتمام وتقدير ونفتح لهم لهم ابوابنا على الدوام ونوفر لها كافه سبل اداء مهامها بكل حريه ومسؤوليه مجددا دعوة لكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية لممارسة دورها الوطني ومهنتها الرفيعة في دعم المشروع الإصلاحي والتواصل مع المجلس النيابي الذي يتقبل ويرحب بكافة ممارسة الحرية الرأي والكلمة المسؤولة التي تنشد الإصلاح والتطوير من منطلق الحرص الوطني لما فيه خير وصالح مملكة البحرين ومستقبلها الزاهر.